مشاهدينا اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. معظمنا سمع ان ما كانش حضر جده من جداته اللي اتجوزت وهي بنت 16 17 18 سنه وخلفت قرطه العيال وعلمتهم وجوزتهم، وكانت من حبها لجوزها ومن حبه ليها اللي مات فيهم التاني ما طولش بعده من كتر زعله عليها. انما بمرور الزمن جم الاحفاد او الاولاد وقالوا لا احنا ما نجوزش قبل ما يكملوا عالمهم، وبقى معيار السن وانهاء العلام هو اللي واخد حيز كبير جدا في تفكير الشباب والبنات المقبلين على الخطوبه هم واهاليهم. مع ان مثلا عندنا في الاسلام الحديث واضح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج، مش مثلا من اكمل منكم تعليمه او بلغ سن معين. والاسلام بالقاعده دي اللي حطها بيدعم العفاف للمجتمع، حمايه ليه بقى من التحرش والزنا والسعار الجنسي اللي بقى منتشر في شوارعنا، وبالتالي كل ده بيخدم على الاستقرار النفسي والعاطفي والجسدي للولد وبالبنت، وبيحطه في اطار صحيح وحلال. وده مش معناه ان البنت بلغت او ان الولد ظهرت عليه علامات الرجوله فيلا بقى نجوزهم، او مثلا اب ظروفه الماديه متواضعه او فقير فعايز يخف الحمل شويه من عليه فيقوم مجوز بنته، او النظره بتاعت بلا علام بلا كلام فاضي البنت في الاخر ملهاش الا بيت جوزها. وكل ده بيخدم على كلام الامم المتحده اللي اصلا بتحارب الزواج في سن مبكر وبتحط له قوانين رادعه تمنعه بحجه ان جواز البنت تحت العشرين بيعرضها بقى لخطر الاصابه بالعقم وبيخليها اكثر عرضه للاحساس بفتور العلاقه الزوجيه بعد كده، وبيزود مخاطر الانفصال او الطلاق التام بعد كده. انما برضو في دراسات الامم المتحده اللي بتقول ان الزواج تحت العشرين بيأثر بالسلب على البنت نفسيا وجسديا وفكريا وعاطفيا وبيخليها ما تكملش تعليمها، ونصا بيعرضها للخضوع الجنسي والمنزلي. كل الكلام ده كلام مردود عليه. فاولا احنا ثقافتنا غير المجتمع الغربي تماما، وطبيعه تكويننا المناخي مختلف عن دول اوروبا، فالبلوغ في البلاد العربيه بيبقى ابكر منهم بكتير. ده غير اننا مش بنقول ان كل البنات زي بعض، في فعلا بنت تقدر جسديا على الزواج من سن 18 سنه او 19 سنه، وفي اللي ما تقدرش. غير كده بقى الغرب اللي بيأخر الزواج هو نفسه اللي بيدي حصص للبنات في المدارس ازاي تعمل علاقات جنسيه امنه من سن الاعدادي. فهل اقامه العلاقات العاطفيه والجنسيه مقبول في غير اطار الحلال ومرفوض في الحلال؟ في نفس الوقت الحياة الزوجية مشاركة أيوة بشكل كبير، لكن فيها قوامة للرجل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى فضله ببعض القدرات اللي تخدم مصلحة الحياة الزوجية والأسرة ومصلحة الأنثى بتكوينها الجسدي اللي ما يتحملش اللي يتحمله الراجل طبعا من مشاق وأعباء. وده مش معناه ان انا بشجع الزواج المبكر ولا جايه بقول دلوقتي يلا كلنا نجوز بناتنا بدري، وفي نفس الوقت مش برفضه، لان كل حاله بتقدر بقدرها. انما مثلا لو الشاب والبنت مؤهلين في سن الجامعه وفاهمين يعني ايه بيت وجواز ومسؤوليات، والاتنين عندهم ضمانات هتخليهم يكملوا تعليمهم ويبقوا شخصيات قويه وبناءه في المجتمع، وهيقدروا يقووا بعض ويعينوا بعض، وهيستحملوا التقصير اللي هيحصل في الحاجات الماديه مثلا من اكل اتاخر شويه او بيت محتاجه ينظفوا معاها او ظروف ماديه قليله شويه لانه بيشتغل بعد جامعته او انه لسه خريج جديد وفي اول حياته او خريج لسه طازه على طول، يبقى ايه المانع اننا نعفهم ونقضي على العزوبه اللي موجوده عند الشباب وتاخر سن الجواز اللي بيبقى موجود عند البنات. ده غير كده اننا هنعف الاجيال الجديده. النهاردة هنناقش معاكم الزواج المبكر بميزاته وبعيوبه، هستنى اتصالاتكم وآرائكم سواء على صفحة البرنامج أو على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. خلونا نطلع فاصل ونرجع نبدأ معاكم حلقة.